السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم راني جبت لكم وصفة غزالة. احنا لازلنا مستمرين في سلسلة العروس ان شاء الله وبإذن الله. اليوم راني جبت لكم وصفة او نقولوا تبريمه للعرائس، خاصه بالعرائس واللي بغات تكرم على راسها وتعمل هذه الوصفه هذه، فمن الاحسن بالصحه والراحه. اليوم هذه الوصفه هذه راها غزاله وكتحمق. انا بعدا شخصيا كتسالي معايا هذه الوصفه، راها غزاله ورائعه وفيها اعشاب من تراثنا ومن تقاليدنا، ووصفه صحراويات يعني وبنات مغاربه كيستعملوها في العرس ديالهم. هذه الوصفه هذه فيها مكونات كيف ما كتشوفوا، مكونات كثارين وانما ذو مفعول رائع. قبل حبيبي بغيت قبل ما نبدا الفيديو ديالنا اليوم، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي وكتشوفوا الفيديوهات، يا ريت تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس هذاك اللي فيه اللي كيدير ترن ترن فين ما نحط الوصفه ديالي، ان شاء الله توصلكم على طول. ان شاء الله تكونوا نتوما الاولين كتشوفوا لي فيديو ديالي ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو دوسوا لايك وخليوا لي تعليق تحت الفيديو وشجعوني، وكنشكركم بزاف بزاف. واي استفسار او اقتراح خليوه لي في التعليق وشكرا لكم. غادي ندوزوا ان شاء الله للوصفه ديالنا. اما وصفتنا اليوم غزالتي، غادي نقول لكم المكونات اللي فيها. المكون الاساسي يعني في هذه الوصفه هذه غيكون هو الصابون البلدي. الصابون البلدي ما يكون معاه حتى شي مكون زائد، يعني يكون صابون البلدي طبيعي ما معاه حتى شي مكون زائد. غادي نحتاجو واحد الكميه، انا خديت نصف كيلو وقسمته على زوج، يعني عندي ربعه هنايا ديال الصابون البلدي اللي غتكفاني انا بوحدي. اما الا كنتو عريصات من طبيعه الحال غتبغيو تمشيو للحمام، غيبغيو يمشيو معكم البنات، وهذا من الاحسن يكون معكم نص كيلو ديال الصابون البلدي باش يلاه يتكملوا مع هاد المكونات هذه وتكون كميه كثيره. بالنسبه للبنات اللي ماشي عريصات، كنقول لكم بانكم تديو معكم ربعه ديال الصابون البلدي ماشي اكثر. انا دايره الفيديو ديال العريسات وكنسمع هديه دايزه، يعني الفال ديالكم العريسات ان شاء الله ربي يسعد كل البنات ان شاء الله ويكمل على كل وحده ان شاء الله في حياتها ويعطي لكل وحده ما تمنات في الحياه ديالها ان شاء الله. غادي نحتاجو قلنا ربعه ديال هاد المكونات اللي انا غادي ندير، يعني غادي نكون المكون الاساسي ديالهم اللي هو الصابون البلدي، رابعه ديال الصابون البلدي. وغادي ناخذ معاه الحنه. الحنه انا عندي خلطتها من قبل بالماء، يعني بورد، بالورد وليس بالماء، يعني بالورد خلطتها بالورد. عندي جوج معالق كبارين ديال الحنه ومعلقه كبيره ديال الورد. يعني كيف ما قلت لكم غادي نبداو ونخويو هاد الخليط ما بين الحنه والورد، يعني قلنا جوج معالق ديال الحنه ومعلقه ديال الورد. غادي ندير العرعار، ملعقة كبيرة من العرعار. غندير معلقة من الشبة مطحونة، الشبة لها فوائد كبيرة على الجسم ديالنا، يعني مرطبة وتهي كتساهم في التبييض. عندنا الشيح كيف ما كتشوفوا، الشيح هو غادي ناخذ منه ملعقه كبيره. انا غربلته ديجا وهكاك وداز لي معاه العود، يعني ملعقه كبيره من الشيح.
غادي ناخد الزعتر حتى هو، غادي ناخد منه ملعقة كبيرة من الزعتر، غادي ناخد الأزير حتى هو، ناخد منه حتى هو معلقة كبيرة من الأزير، شتت ليا هنا شوية. وبقات ليا الخزامه، الخزامه حتى هي غادي ناخذ منها ملعقه كبيره، ملعقه من كل مكون، ملعقه يعني كبيره من كل مكون. غادي ناخذ دابا الكركم البلدي، يعني الكركم البلدي حتى هو غيلزمني منه ملعقة كبيرة. دائما كنزيد داك شوية لأن المعلقة ما كتعمرش ليا من هذا الجانب، هذا الأيسر. غادي ناخد ملعقة خشبية باش ما تبقاوش تسمعوا داك الصداع في الفيديو، يعني غادي نحاول نخلط المكونات ديالي. عاد نزيد المكونات الثانية، كيف حال هكا، غير باش ما تبقاش طير علينا الغبرة ديال الأعشاب اللي حنا استعملنا في المكونات. نخلطو بحال هكا، بحال تقولوا غادي نهرسو داك الخليط، يعني ماشي كله غيتخلط لينا، وانما نحاولوا اننا ندمجوا بعض الشيء. دابا غادي نزيدوا المكونات اللي باقيه، غنزيدوا العكر الفاسي، العكر الفاسي اللي كيلزمنا منه غير كميه بسيطة. انا كناخذ هاد الباكية هادي، يعني هاد القرعة هادي كتباع بثمن مزيان، يعني بثمن بسيط. غنزيد واحد شوية لانه انا بغيت ربع ملعقة صغيرة، يعني ربع ملعقة صغيرة تكفيني. وندمج المكونات ديالي، كيف ما كتلاحظوا المكونات ديالي ها هي انسجمت مع بعضياتها. هاد الوصفة هادي كتعملوها ملي كتكونوا في الحمام، يعني في السخون، ملي كنكونوا داخل الحمام المغربي في السخون كنطليوها على الجسم ديالنا من بعد ما كيتحلوا المسامات ديال البشرة ديالنا وديال الجسم ديالنا، كنطليوها على اللحم ديالنا كامل، يعني بالكامل راها كتبيض وكتزيل واحد الاوساخ اللي يعني ولا في الاحلام انكم شفتوها شي نهار. كتزيل الجلد الميت على اساس ان فيها الشبه، والشبه معروف على ازاله الجلد الميت. دابا غادي نحاولوا اننا نزيدوا معهم هاد حبه من الليمون او الحامض كيف ما كنقولوا حنا المغاربه. غادي نحاول نعصر، ماشي مشكل لا كانوا عندي العظومه مع المكون، انا بغيت العظومه لانه حتى هما كيبقاو دائما كيطلقوا داك الفيتامينات اللي فيهم داخل الوصفه من بعد ما كتخليها في واحد الواطه محكمه، من الافضل
لانهم حتى هما فيهم فوائد و جميلين جميلين جدا. يعني غنزيدو نخلطوا الوصفه ديالنا كما شفتوا. كيف ما كتشوفوا دابا غيلزمني الماء الزهر. غادي نعمل جوج ملعقات كبارين ديال الماء الزهر. والماء الزهر معروف حتى هو بالفوائد ديالو وبالريحه ديالته الطيبه، ريحته الطيبه اللي انا كتعجبني. وما يمكنش اننا نستعملوا شي وصفه للعروس المغربيه وان الزهر ما فيهاش، يعني من المستحيل هاد القضيه هادي. زعما رائحته رائعه وجميله هاد الوصفه هادي، الرائحه طالعه يا سلام طيبه. مزيان الوصفه ديالي غنزيدو الحبه الثانيه، يعني النصف الثاني من الليمون او الحامض اللي البشره ديالتها حساسه. كيف ما كنقول دائما الا ما حساسه يعني من الحامض او الليمون ممكن انك تستعملي البرتقال، هو رائع في التبييض. احنا درنا هنا مكونات للتبييض ومكونات لازاله الجلد الميت ومكونات للسواد، يعني سواد الركبتين وسواد تحت الابط وسواد المناطق يعني كلها. يعني شاركنا المكونات كاملين وعطاونا فعاليه رائعه. غتجربوا بانفسكم يعني وغادي تشوفوا غتشوفوا النتيجه بانفسكم بلا ما نحتاج انا نقول لكم. انا خلاص عطيتكم يعني المكونات وانتم غادي تكملوا النتيجه، انتم اللي غادي تجيو تقولوها ليا. غادي نحاول نحل القرعه ديال ماء الورد وغادي ناخذ منها حتى هي نفس الكميه ديال ماء الزهر، جوج ديال المعلقات كبارين ماء الورد. وغادي ندمج المكونات ديالي وغادي نكون انتهيت من المكونات كامله. ماشي ضروري يديروا حال العريسات، حتى البنات اللي مازال ما مزوجينش، اللي دائما كيف ما كنقول انكم عريسات في بيوت والديكم، او للسيدة اللي تزوجات ووالدة راكي عروس الزوج ديالك كل يعني كل يوم. انا هاد الوصفه دائما كنقول لكم غادي ديروها وانتم في الحمام، يعني في الحمام البلدي غديروها نتوما في الحمام. ماشي ضروري انني نقول لكم المده، يعني ماشي ضروري المده، نتوما شحال يعني اللي قدرتوا عليه. كيف ما كتشوفوا انا غنوضعها على الايد ديالي او الجسم ديالي، كتعطي واحد البياض رائع، واحد الملمس حريري في الجسم، تزيل تصبغات الجسم وتزيل الجلد الميت، تعطينا بياض رائع، تصفي البشرة. يعني وصفة رائعة ورائحتها يا سلام طيبة وراقية. يعني لاش غادي نذهبوا يعني نمشيو
الصالونات كبيرة، ويعني ونوضعوا ماسكات وروتين للعرائس. حنا نعملوا بأنفسنا وروتين لأنفسنا، يعني أو لعروستنا اللي عندها أختها غتزوج، ولا بنت خالتها، ولا بنت عمتها، ولا شي وحدة من العائلة وقريبة لها، يعني تعمل لها هي روتين بنفسها. يعني ماشي ضروري أنها تمشي لصالونات كبيرة وباش أنها تنتبه للجسم ديالها، او لا تعتني بيه، او دير روتين للعرائس. بالعكس، في البيت ديالنا نعملو اي حاجه بغيناها وغيكون احلى واحسن. كيف ما شفتوا انا وضعتها في الجسم ديالي فوق الايد ديالي، يعني رائعه. انتما كتوضعوها انتما كتحسوا بواحد الاحساس زوين، واحد البروده في فوق الجسم ديالكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديالتي اليوم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم تحت الوصفه، وخلوا لي لايك لي لايك لي لايك، وشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم والعرائس المقبلات على الزواج، باش تعم الفائده ويستافدوا كل الاخوات يستافدوا ان شاء الله. وما تنساوش بنات جمل الوصفه، ولا لا يخطيكم كاملين، وشكرا لكم على الدعم وعلى اي حاجه. شكرا لكم حبيباتي، ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى. تهلاو لي فراسكم غزالاتي، بسلامه.